أثناء التدريب ما بيزداد عدد الألياف العضلية، شو بيزداد؟ بيزداد ثخانة الليف العضلي. ذكرنا أن نفرض في 1000 ليف عضلي في العضلة، 1000 الليف هذا بده زاد ملي ملي ملي، معناته صار في عندنا زيادة في العضلة 1000 ملي. تمام، واضحة بالنسبة للمقطع الفيزيولوجي للعضلة. اثنين، إثارة الألياف. إن الليف العضلي الواحد يخضع لمبدأ الكل أو عدمه، وهذا يعني إنه إذا وقع أي مؤثر للليف العضلي الواحد فإنه إما أن يتأثر بكامله أو لا يتأثر إطلاقا، وهذا يعني أن هذا المبدأ لا يسري على العمل العضلي ككل، أي إنه إذا وقع مؤثر في العضلة الواحدة فإنها قد تتأثر بكاملها أو قد يتأثر جزء منها، أي قد تتأثر كل أليافها أو بعضها طبقا لدرجة الشدة المميزة لها المؤثر. وطبقا لذلك يمكن القول أن القوة العضلية تزداد في حال قدرة على إثارة كل الألياف العضلية الواحدة أو إثارة أكبر عدد ممكن من الألياف العضلية الضرورية. وبطبيعة الحال كلما ازدادت درجة قوة المثيرات كزيادة درجة المقاومة استدعى ذلك إشراك عدد أكبر من الألياف العضلية، وبالتالي زيادة القوة التي تستطيع العضلة إنتاجها. شو معنى هذا الحكي، هذا الحديث كله، الفقرة إثارة الألياف؟ أن مبدأ الليف العضلي بيخضع لمبدأ الكل أو عدمه. أن هاي الحزمة العضلية مثلا، هاي العضلة جينا قطعناها حزمة عضلية، في عنا أن جوا 1000 ليف عضلي. طيب جينا نحن نبهنا هاي العضلة بالطرق، بالمقاومة، تيار كهربائي، بأي وسيلة كانت تم إثارته. تمام، هذا الليف العضلي يا أما بتنبه كامل أو أما ما بيتنبه، يعني ما بتنبه نص الليف العضلي أو ربع الليف العضلي. واضحة الفكرة؟ هاي المبدأ أنه الليف العضلي يخضع لمبدأ الكل أو العدم، إما كامل الليف العضلي بيتنبه أو ما بيتنبه، إما كامل الليف العضلي بيتقلص أو ما بيتقلص. واضحة؟ أما العضلة غير خاضعة لهاي المبدأ، يعني عضلة ككل عن فيها 1000 ليف عضلي، ممكن أثناء التنبيه أنت بتنبه 200 ليف عضلي و200 لا. تمام، الليف العضلي بيخضع لمبدأ الكل أو العدم، أما العضلة بحد ذاتها كعضلة لا تخضع لهذا المبدأ، ممكن تتنبه نص الألياف أو ربع الألياف. بناء على شو؟ بناء على القوة العضلية. أنا جيت مثلا عملت هيك، عملت بل وهالطريقة هاي. تمام، نفرض في عنا 1000 ليف عضلي موجود في عضلة ذات الرأسين، أنا عملت هيك، اللي اشتغلوا تنبهوا قاموا بهذا العمل ممكن 200 ليف عضلي بس. تمام، طيب إذا أنا جيت حطيت مقاومة وشديت أكثر، تمام، شو بيشتغل؟ يشتغل 500، حطيت مقاومة أكتر يشتغل 1000. فلذلك عم بتحط مثلا بهالوضعية هي، هيك عملت هيك، بتشوف العضلة صغيرة، فبتحطيت مقاومة، يعني دفشت إيدك لبرا وانت عم تسكر إيدك. تمام، بتشوف العضلة كبرت. ليه العضلة كبرت؟ طيب ليش العضلة كبرت؟ لأنه زاد عدد الألياف المستثارة، زاد عدد الألياف اللي خضعت للإثارة. واضحة؟ حالة العضلة قبل بدء الانقباض. من الملاحظ أنه في بداية النشاط العضلي تصل القوة العضلية الحادثة إلى أقصاها، ويرتبط ذلك بخاصية استطالة العضلة أو تمدد واسترخاء العضلة. فالعضلة متمددة تستطيع إنتاج كمية من القوة تزيد على قوة العضلة التي لا تتميز بالاستطالة أو التمدد.
أي يجب أن نستغل هذه الناحية بأن نبدأ بالتمرينات والحركات من الوضع الذي تكون فيه العضلة متمددة ومتمططة ضمن الحدود الفيزيولوجية. يعني إذا نحن جينا بدنا نساوي مثلا تقوية ذات الرأسين، تمام؟ قلنا العضلة تشتغل أكثر، تزيد كمية الإنتاج من القوة إذا كانت شو العضلة في حالة تمدد. يعني كيف في حالة تمدد؟ هي حالة تمدد. إذا صرنا نشغل العضلة من هون هيك من البداية، تمام؟ غير إذا صرنا نشغل العضلة من النص وبعد. من النص وبعد تتعب أسرع، من النص وبعد ما تعطينا قوة إذا كان من أول للأخير. فوضعية العضلة، هاي العضلة ما قبل التمرين، ما قبل التنبيه، كيف وضعه؟ فهو بيلعب دور في قوة العضلة، تمام؟ إذا كانت العضلة نص تخلص، غير إذا كانت في حالة التمدد والاستطالة. في أي سؤال؟ تمام. طيب فترة الانقباض العضلي، أن المقطع الفيزيولوجي عن الإثارة، عن حالة العضلة ما قبل الإثارة أو ما قبل العمل، هي كلها بتأثر في القوة العضلية. عنا فترة الانقباض، فترة الانقباض العضلي، فترة الانقباض العملي، كيف يعني فترة الانقباض العملي؟ كلما قلت فترة الانقباض العضلي ازدادت القوة، وعلى العكس من ذلك كلما طالت فترة الانقباض فإن مقدار القوة لا يظل ثابتا بل يتغير أي ينقص، ويتسم العمل العضلي بالبطء ولا يصل أقصى انقباضه فيه إلى الدرجة نفسها التي بلغها في أول أمر، ثم يقل تدريجيا حتى تقف العضلة عن العمل. يعني أنت جيت شيل 5 كيلو بإيدك، سوي عملية عطف المرفق، عطفه، رفع إيدك لفوق، شيل 5 كيلو، تمام؟ أول ما شلت 5 كيلو الوزن عندك مقبول، يعني شيل واقف مثلا أو ماشي أو أنت عم تسوي تمارين. طيب بعد دقيقتين خمسة شو حسيت أنت؟ حسيت إنه العضلة ضعفت، العضلة ضعفت، صار الوزن شو؟ صار الوزن ينزل، صار الوزن، صارت ايدك تنزل نتيجة الوزن، تمام؟ ايدك ما عاد قادرة انك تشيل 5 كيلو. طب بداية الامر كان في عندك استطاعة تشيلها. طيب معناته فترة الانقباض العضلي ان العضلة تضل متقلصة شو؟ الا تأثير بالقوة العضلية. يعني بداية التقلص بتكون القوة اكبر، كلما زاد الزمن كلما قلت قوة التقلص، تمام؟ نوع الألياف العضلية، نوع الألياف العضلية، هناك اختلاف واضح بالنسبة للنواحي الوظيفية للألياف العضلية المختلفة التي تتكون منها العضلات. فالألياف الحمراء تتميز بقابليتها القليلة للتعب، كما ينتج عند إثارتها انقباضات عضلية تتميز بالقوة والبطء لفترات طويلة كعضلات البطن والعضلة الأخمصية والناصبات العمود الفقري التي تتعرض للجهد طوال اليوم. ولذلك يغلب على هذا النوع من الألياف العضلية الحمراء العمل الثابت. أما الألياف العضلية البيضاء فإنها تتميز بسرعة الانقباض مع قابليته السريعة للتعب كالعضلة ذات رأسين فخذية والعضلة الخياطية مثلا، وذلك يغلب على هذا النوع من الألياف العضلية العمل الحركي. طيب يعني في عنا
نوعين من العضل، تمام. بنشوف مثلا انت واقف عم تشتغل، انت واقف اوف، طيب تشو موقفك؟ تشو موقفك؟ في عندك عضلات متقلصة عم تشتغل طول ما انك واقف، في عندك عضلات عمال تشتغل، مثلا على رفض عضلات الناصبات العمود الفقري بحيث يضل ظهرك سوي، العضلات ذات الرأسين الفخذية، عضلات الوقوف، عضلات بطة الإجر، هذول كله انت عضلات باسطات الورك، عضلات باسطات الخلفية للورك. طيب انت هذول العضلات شو واقف فمتشنجات فمتقلصات، ممكن توقف ساعة ساعتين ثلاثة أربعة واقف، انت شو انت هنا انت واقف، تمام. فهذول عمال يشتغلوا، هذول شو بيتميزوا العضلات هذول؟ هذول بتميزوا بطولة الجهد، يعني قابلات للجهد بشكل طويل ساعات، ولكن ما فيهم قوة كبير، ولكن ما فيهم قوة، يعني عضلات ناصبات العمود الفقري بوقفوا بيتعبوا كتير، في عندهم قابلية للجهد، تمام. ولكن كقوة ما عندهم قوة، ما في قوة، ما عنده قوة. يعني لو جينا سوينا بسط عمود فقري، تمام، 10 20 30 مرة بتلاقي تعب. طب لو جينا مثلا مربعات الرؤوس الفخذية ممكن تسوي 50 و100 مرة، بس هون ما في تطول كتير، تمام، ولكن قابلة ان يكون في عندك قوة اكبر من هذيك العضلات. هون الاختلاف شو عندنا؟ اختلاف بنوع الليف العضلي، اختلاف هذا الليف العضلي الموجود في الالياف، في العضلات بشكل عام، الالياف العضلية اللي موجودة لنفرض بالذات الرأس، عضلة ذات الرأسين، تختلف طبيعتها عن الليف العضلي اللي موجود مثلا بالعضلات ناصبات العمود الفقري. هي الميزة انه نوع الليف العضلي بيلعب دور في القوة العضلية. نجي على السادس، سبب اللي بيلعب دور في القوة العضلية، درجة التوافق بين العضلات المشتركة. ترتبط القوة العضلية ارتباطا وثيقا بدرجة التوافق بين العضلات المشتركة في الأداء، إذ أن التوافق الصحيح لانقباض الألياف المشتركة في الاتجاه المطلوب للحركة، وكذلك التعاون الوثيق بين العضلات العاملة والقدرة على الإقلال من درجة المقاومة التي تسببها العضلات المضادة، مما يسهم بدرجة كبيرة في قدرة العضلات العاملة أو المحرك الرئيسي على إنتاج مزيد من القوة العضلية. التوافق بين العضلات المشتركة كيف يعني؟ مثل ما ذكرنا، تتذكروا حكينا وقلنا إنه في عنا عطف المرفق، هي العضلة عم تشتغل، هاي العضلة، تمام، بتخلص هاي العضلة، فبصير في عندك شو؟ توافق عضلي. طب إذا هاي العضلة ما تخلصت، هاي العضلة بثلاث الرؤوس ما تخلصت، فهون العضلة بدها تبذل قوة أكبر حتى تساوي ثاني. ليه؟ لأنه في شيء عم شدها من الخلف، هي عم تشد، عم تقاوم، عم تسحب أكثر، تمام. فتوافق التوافق بين العضلات المشتركة، تمام، بيسهم بالقوة العضلية أو بيأثر في القوة العضلية. سبعة، الإفادة من النظرية الميكانيكية. يعد التطبيق الصحيح للنظرية الميكانيكية أثناء الأداء من العوامل التي تسهم في زيادة القوة العضلية الناتجة، ومن أمثلة ذلك الاستخدام الصحيح لنظرية العتلات مثل إطالة ذراع القوة لأماكن لإمكان التغلب على مقاومة خارجية. كيف يعني؟ طيب أنت عم بدك تشيل شيء، نفرض 10 كيلو، ترفعه عن الأرض، تمام، وتمشي فيه أو تضل واقف، حلو؟ طيب هون عم أنت بتقربه عليك، أسهل أخف اللي عم بتبعده بتمد إيديك وبتوقف، طبعا بتقربه لك بس أخف. ليش؟ لأنه في عنا مبدأ العتلات أو مبدأ الذراع المقاومة بيلعب دور. أنت عملت هيك
طولت ذراع المقاومة، فصار في عندنا مقاومة أكبر، صار في عندنا وزن أكبر ينزل لتحت. أما إذا الوزن هذا العشرة كيلو قربته باتجاهك، قربته باتجاه الصدر تمام، وشلته بتحسه أخف من إنه إذا شلت العشرة كيلو ومديت إيديك للأمام. واضحة؟ العامل النفسي تؤثر الحالة النفسية بدرجة كبيرة في قدرة الفرد على إنتاج المزيد من القوة العضلية. فعلى سبيل المثال، فقد يكون عامل الخوف أو عدم الثقة بالنفس من العوامل التي تعوق قدرة الفرد في إنتاج مزيد من القوة العضلية. ومن ناحية أخرى، فإن الحماس والفرح وقوة الإرادة والاستعداد للكفاح تعد من العوامل التي تسهم بدرجة كبيرة في تعزيز قدرة الفرد على تجميع كل إمكانياته وطاقاته، وبالتالي إنتاج المزيد من القوة العضلية. يعني الناحية النفسية بتأثر، أنت حزين، أنت نفسيتك تعبانة، داخل في مرحلة كآبة، عندك تجي تشيل شيء، تقول لك يعني مالك، لا والله مالي نفس أقوم أشيل 5 كيلو، هو ماله قوة، ماله نفس. فالحالة النفسية بتلعب دور، عم تكون أنت حالتك النفسية جيدة، تقول معنوياتك مرتفعة، معنوياتك عالية، بتنتج أكثر كقوة عضلية أكثر من أنك تكون نفسيتك تعبانة أو معنوياتك أقل. التمرينات العلاجية شو يعني التمرين العلاجي؟ بالتعريف، هو أحد التطبيقات التأهيلية الحركية التي تطبق على منطقة أو جزء محدد من جسم المريض، أو تعرف بأن الحركات التي يقوم بها المريض ولكن تحت إشراف طبي من قبل اختصاصيين في هذا المجال. وبعد خضوعه لتشخيص طبي وتقييم فيزيائي شامل، بغية الوصول بالقدرة الجسدية للمريض إلى أعلى مستوياته. هاي تعريف أو شيء لمحة عن التمرين العلاجي. شو هو التمرين؟ التمرين مجموعة حركات، مجموعة تطبيقات. شو هي بس إيش هي علاجية؟ حركات وتمارين علاجية تحت طبعا إشراف طبي، تحت إشراف أخصائيين، إن كان علاج فيزيائي أو ممكن كتمرينات علاجية رياضية. تأثير التمرينات العلاجية على جسم الإنسان. أول نوع من التأثيرات على العضلات، واحد، زيادة كمية الدم المارة في المنطقة الواقعة تحت العلاج بفعل توسع الشعيرات الدموية، تؤدي زيادة الدم هذه إلى زيادة التمثيل الغذائي، وقد بلغت هذه الزيادة 10 أضعاف ما يمر في حالة الاسترخاء، تؤدي إلى زيادة كمية الغذاء، إلى زيادة النمو العضلي، وبالتالي إلى تقوية العضلة، تزداد المرونة العضلية، لأن التمرين المستمر هو وحده قادر على الحفاظ على مرونة العضلات ومرونة أوتارها. يعني أنا عم بجي بشتغل لنفرض عطف المرفق تمام، وجد الدراسة أن كمية الدم اللي عمال تجي على هاي المنطقة تزداد 10 أضعاف عن كمية الدم الواردة أو المتدفقة على هاي المنطقة في حالة الاسترخاء أو في حالة الراحة. طبعا بيجي كمية دم زيادة، شو معنى كمية دم زيادة؟ أكسجين زيادة، كمية غذاء زيادة. طيب عم كنت شو عن أكسجين زيادة وغذاء زيادة، شو بيلمو؟ تنمو زيادة النمو العضلي، فتكبر عضلة، مثل ما ذكرنا تكبر عضلة بناء على شو؟ مو على عدد زيادة الألياف، بناء على سخن الليف العضلي. زيادة التمارين أو الإجراء التمارين بيؤدي إنه تكون عضلة مرنة، أما إذا ما في حركة بتكون عضلة
ليست مرنة، ما بتعطينا مرونة. هي التأثير على العضلات. طب تأثير الثاني على العظام والمفاصل، المحافظة على المرونة المفصلية والمدى الحركي لكل مفصل. المحافظة على المرونة المفصلية ومدى الحركي لكل مفصل، راح تاخذوا انتم ان شاء الله بالمدى القياسات المدى الحركي لكل مفصل والمرونة المفصلية، وكل بنعرف انه كل مفصل له مدى حركي هو الطبيعي، ما لازم ينقص او لازم ما لازم يزيد. فالتمارين بتحافظ على شو؟ على المدى الحركي للمفصل ومرونة وليونة المفاصل. زيادة كمية الدم المارة وين؟ في العظام الواقع تحت التمرين، ومن المناطق المجاورة لها ترتفع كمية الغذاء المتاحة للعظم. تسريع النمو العظمي وجعل العظام تنمو بشكل صحيح، وذلك لأن شد العضلات يؤثر على النمو العظمي في قدرة النمو. طبعا أحد أسباب تثبيت الكالسيوم على العظام، أحد أسباب تثبيت الكالسيوم على العظم أن يكون عظم متصلب أكثر وبينمو بشكل جيد، هو المشي والتحميل على العظام السفلية. يعني كل ما الطفل اتأخر في المشي بيقل عنده شو؟ تثبيت الكالسيوم على عظام، يكون عظامه لينة. كل ما صار في عنا تحميل على الطرفين السفليين ولعب وقفز بيزداد كمية الكالسيوم اللي تثبت على العظام. تأثيرها على الدورة الدموية. أولا التأثير على الدورة الليمفاوية والوريدية، يساعد الانقباض والانبساط الدم في الاندفاع من جميع أنحاء الجسم إلى القلب. عندما يزداد عمق التنفس يزداد الضغط السلبي ضمن القفص الصدري، وهذا يساعد في زيادة العود الوريدي والليمفاوي إلى القلب. خلال التمارين تزداد كمية الدم في القلب الأيمن في البطين الأيمن، وبذلك يتمدد القلب بشكل أكبر ويحتاج للانقباض بشكل أقوى لدفع كميات الدم إلى الرئتين، وهذا بحد ذاته تمرين لعضلة القلب التي تضطر للانقباض بشكل أقوى ولمرات أكثر. والحصيلة الطبيعية لهذه الحركة الكبيرة هي نمو عضلة القلب وزيادة قوة انقباض عضلي، حتى أن كمية الدم الخارجة من القلب تزداد بمعدل من 7 إلى 8 أكثر من 7 إلى 8 مرات أكثر من كمية الدم الخارجة من في الحالة العادية من القلب. طيب عندنا نحن الدورة الدموية، دورة دموية إما خروج الدم من القلب إلى الشرايين باتجاه أعضاء الجسم، هي اسمها الدوران الشرياني عبر الشريان، تمام، اللي بتم من خلاله جس النبض. إذا كان هون مثلا جس النبض، من جس النبض الشرياني، إذا تحط إيدك هون أنت شو بتحس؟ بتحس بضربة القلب، اللي هي كل ما القلب انقبض بدفع كمية دم، كمية الدم تتجه باتجاه الشرايين، بتم جس النبض عن طريق الشريان، هي الدورة الشريانية. عندنا الدورة الدوران الوريدي. الدوران الوريدي هو عودة الدم من أنحاء الجسم لوين؟ باتجاه القلب، هذا اسمه الدوران الوريدي أو العود الوريدي. ما فيه نبض، نبض ما في. عندنا الدوران الليمفاوي. الدوران الليمفاوي هو تقريبا مشابه للدوران الدموي، ولكن ما بيمر بالقلب، ولكن ما بيمر بالقلب، له آلية انتقال تختلف عن آلية انتقال الدم. ممكن انتم يعني ما اذا الكل مثلا البكالوريتو علمي او في منه ادبي، العلمي طبعا بيعرف هذا الحكي كله. طيب عندنا نحن عن بصير في عنا تمارين، شو بيصير عنا التمارين؟ التمارين بحاجة لشو؟ بحاجة لدم، مو انه زيادة التروية الدموية، زيادة الدم في العضلات في المفاصل بحاجة لدم. الدم هذا شو بده يضخه؟ بده يضخه القلب. طيب هذا نتيجة ضخ القلب
اكبر، فعضله القلب شو اشتغلت اكثر، فالعضله هي نفسها عضله القلب اتضخمت كبرت، عضله القلب كبرت. فلذلك القلب عند الرياضيين اللي بيلعبوا رياضه اثقال، اي انواع رياضه بتحمل جهد بتحمل قوه عضليه، بده قوه عضليه، بتلاقي قلبه اكبر من الانسان الخامل اللي ما عنده اي شغل. بتضخم القلب وبزيد شو؟ بزيد كمان معدل كمية الدم اللي بتطلع من القلب من 7 ل 8 مرات أكثر من معدل كمية الدم اللي بتطلع من القلب في حالة الراحة. واضحة؟ طب ازداد عمق التنفس، ازداد الضغط السلبي، كيف كمان؟ عند الضغط كيف بيتم التبادل الأكسجين؟ الدم مع الأكسجين، كيف بيطرح ثاني أكسيد الكربون؟ وبجيب أكسجين عن طريق الرئتين، عن طريق الأسناخ في الرئة. كل ما احتاج الدم أكثر فبزداد الطلب لشو؟ للأكسجين. فبزداد الطلب وين؟ بالأكسجين. وين الأكسجين؟ بالأكسجين في الرئة، فبزداد عمق التنفس. طيب، اثنين، التأثير على الدوران الشرياني. حكينا عن اللمفة والوريد، هلا على الشريان. خلال التمرينات تزداد كمية الدم الذاهبة إلى العضلات العاملة وتخف من الأجزاء الأخرى من الجسم، وذلك لتوفير التغذية الكافية. شو يعني هذا الحديث؟ يعني نحن عم نشتغل تمارين موجهة للطرفين السفليين، تمام؟ يعني جري أو قفز، تمام؟ كمية الدم المتوجهة للطرفين السفليين بتكون أكبر من كمية الدم المتوجهة لوين؟ للطرفين العلويين. طب انا عم بشيل اثقال، بلعب اثقال، بشيل اثقال، بتكون كميه الدم متوجهه لوين؟ للطرفين العلويين اكثر من كميه الدم متوجهه للطرفين السفليين. واضحه؟ على الجهاز التنفسي، زياده سرعه التنفس مثل ما ذكرنا. ليش تزيد سرعه التنفس؟ لانه الدم بحاجه لشو؟ العضلات بحاجه لدم، والدم بده يحمل معه اكسجين، وبالتالي الاكسجين منين بده؟ بده ياخذه من الرئه، التبادل الغازي. فلذلك بدك تزيد سرعه التنفس عشان تلحق اكسجين وطرح ثاني اكسيد الكربون. تحسن عمق الحاله الوظيفيه للرئتين، وتحسن التحكم بتمدد وتخلص الرئتين بشكل كبير. بينما تتنفس انت بشكل سطحي كميه اكسجين قليله بتكفيك، بينما انه بدك تاخذ كميه اكسجين اكبر، وبالتالي رح تشغل الرئتين بشكل كامل، بشكل كامل التبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون. على الجهاز الهضمي، تؤثر على الحركات الحويه المعويه وتنشطها، تحسن حاله الهضم والامتصاص، تحسن من حاله الجهاز الافراغي وتقلل الامساك. عم تصير في عندنا تمارين، بصير في عندنا حركه، بصير في عندنا حركة، زيادة حركة وين؟ بالحركات الحوية، يعني بتزيد حركة الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة، وبالتالي شو بصير عندنا؟ تحسين في عملية الهضم، الامتصاص، تحسن وين؟ في عملية الإفراغ. بتلاقي أغلب الناس الباركة ما في حركة، في عندهم شو؟ عندهم إمساك. نتيجة شو؟ قلة حركة الأمعاء، ما بصير في حركة أمعاء جيدة، وبالتالي ما بصير دفع للبراز. التأثير الميكانيكي للتمرينات العلاجية، واحد، توسع الشعيرات الدموية السطحية. بتلاحظ أنت الإنسان عم بيلعب رياضة، بشيل أثقال، بتطلع عليه وشه أحمر، جسمه صار أحمر. ليش؟ لأنه بصير عم توسع بالشعيرات الدموية السطحية. تمنح الشعور مؤقتا بالدفء، ويزول هذا الشعور لمجرد توسع الشعيرات الدموية. شوف عم بلعب رياضة شو؟ دفيان، صح؟ ولو كان الدنيا شتي، ولو كان في التلج، عم بتحرك، عم بيدفى. ليه عم بيدفى؟ لأنه عم بتوزع الدم، عم بيجي دم القلب بالداخل للخارج، وبالتالي تبادل الاستقلاب بيرفع الأيض أو بيرفع حرارة الجسم. تزيل الخلايا الميتة وتفرغ محتويات الغدد الدهنية، ناتج عن شو هدول؟ عن التعرق. فعن بصير في عنا تمارين، بصير عندنا شو؟ التعرق. طب هذا التعرق شو بيطالع معه؟ ايش في عندنا؟ مواد دهنيه وخلايا ميته، تزداد بفعلها عمليه التعرق الجلدي نتيجه توسع المسامات.
الأهداف العامة من التمرينات العلاجية. ناخذ الأهداف العامة من وقف. تتمثل أهداف معالجة التمرينات في تطوير القدرات الحركية للمريض أو تعليمها وتأهيلها أو إصلاحها وترميمها، وكذلك في تأمين التناسق بين كل المناطق الجسدية، فبواسطتها يتم 1- تقوية عضلات الضعيفة. شو الأهداف؟ تقوية عضلات ضعيفة، حيث يجب تخطيط برنامج تمرينات القوة العضلية بشكل الذي تزيد فيه قوة العضلة. والخطأ الذي يقع فيه كثير من المعالجين هو استعمال التمرينات التي تزيد الجلد والتحمل من أجل زيادة قوة، وتعتمد هذه التمرينات على مبدأ التكرار عدة مرات بالجهد الفاعل الأعظم، وهي مفيدة بشكل خاص في حالات الضمور الناجم عن الاستعمال، أن ضخامة وسرعة وزيادة النمو العضلي يتعلق بمقدار المقاومة التي يجب على العضلة أن تتغلب عليها. تقوية العضلات، كيف تقوية العضلات؟ عن نوعين من التمارين، في هوائية وفي لا هوائية. عنا إذا جينا نحن بدنا عنا ضعف عضلي، بدنا نقوي له عضلة، بدنا نربي له العضلة، تمام؟ شو لازم نحمله؟ نحن نحمله أوزان، حمله أوزان شو هم تكبر العضلة. أما إذا ما حملنا أوزان، يعني إذا المريض قادر يشيل 5 كيلو، شيلنا 5 كيلو قلنا له ارفعها 5 مرات، تمام؟ وفينا نحن نشيله كيلو واحد ونقول له ارفعها 50 مرة. شو الفرق هون عن هون؟ عم نشيله كيلو واحد ونرفعها 50 مرة، هون إيش صارت العضلة؟ صار في عنده جلد وتحمل أكثر، بس ما صار في عنده ضخامة عضلية. أما منشيله 5 كيلو ونرفعه 5 مرات نفرض، بتصير عندنا شو؟ قوة عضلية وزيادة في حجم العضلة. هذا الفرق ما بين التمارين الجلد وتمارين التقوية. 2- تمطيط العضلات المتشنجة. تمارين نشوف في عندنا عضلات راح تاخذوا كمان بالأيام، كيف منمطط أو كيف منمدد العضلة؟ عندنا هون تشنج في العضلة، التمارين والحركة راح تشو عندنا، يصير عندنا تمطيط في العضلة المتشنجة. 3- تحسين وتحقيق التناسق والتناغم العضلي الوظيفي بين الحركة والثبات. عند الشخص هذا بسوي تمارين، بسوي حركة، بصير عنده تناسق تناغم ما بين العضلي الوظيفي وبين الحركة والثبات. كيف يعني؟ يعني بتلاقيه مباشر نشيط ما بين، إذا كان هو جالس رأسا بيقوم، ما عنده أي مشكلة، بيمشي بلف يمين أو بلف شمال. هاي التناسق ما بين حركة، ما بين الثبات، ما بين المشي والرجوع، هي بتعود لوين؟ على نشاط وحركة والتمارين العضلية اللي بقوم فيها هذا الشخص. راح يخلص الوقت؟ طيب راح نكتفي لهون، ما ضل أقل من دقيقة. إذا في أي سؤال بالنسبة لمحاضرة اليوم، تقريبا أنا أعطيتكم محاضرة لثلاث محاضرات، أخذنا هلا محاضرة، ضل محاضرتين. الله يعطيكم العافية يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا في أي سؤال بعثوا لي على الواتساب.